بقى نروح برضو للتليفون اللي معانا نعرف المزيد من التفاصيل بقى، ولكن المره دي على لسان كابتن ماهر عزت مدرب منتخب مصر السابق لاثقال البارالمبي، ودرب ضيفنا العزيز فتره طويله من 2003 لغايه 2016. فكابتن عزت صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك يا فندم. صباح الفل عليكم جميعا، صباح الفل يا كابتن متولي. صباح الفل يا كابتن ماهر. صباح الفل يا حبيبي. احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني تفاصيل وكواليس تدريبك لهذا الشخص الاستثنائي الجميل المشرف. اتفضل يا كابتن ماهر. طبعا كابتن متولي دوت بصراحه كابتن منتخب ومن افضل لاعبي العالم، 6 دورات اولمبيه ما شاء الله. طبعا انا كابتن متولي طبعا كان بيشرف عليه الكابتن علي السعدني قبل والكابتن عبد الحكيم فارس. فطبعا لما الحمد لله جه معايا في اول دوره اولمبيه كانت في لندن، طبعا ذهل العالم كله، كان باول رفعه 227. طبعا متولي من طبعه انه عنيد، بيحب انه تملي يكون هو اللي راكب جميع لاعبي العالم مهما كان هو عايشين فيه. فطبعا متولي يعني بصراحه ربنا عشرته في دورة البرازيل ودورة لندن، الحمد لله احنا جبنا في لندن 11 ميدالية أولمبية، 4 ذهب 3 فضة و4 برونز، وجبنا إن شاء الله بإرادة الله في البرازيل جبنا في رفع الأثقال 10 ميداليات أولمبية. طبعا السيد الوزير طبعا اجتمع بينا أنا والكابتن متولي، طبعا كان كل كلامه على ايه طريقه الاسلوب التخطيط ان شاء الله خلال الفتره القادمه، اللي بالنسبه لان الدوله فعلا فعلا عملت اقصى ما عندها من دعم في دوره طوكيو، وعمل واللجنه البرلمبيه برضو عملت اقصى ما عندها في الدوره الاولمبيه، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. طبعا هي طبعا كانت اسلوب يعني اسلوب تخطيط تدريبي على المسرح، انني ازاي ان انا اجيب الميداليه الذهب، هو دوت الشغل. وطبعا الكابتن متولي طبعا يتكلم باستفاضه عن هذا الموضوع. فانا طبعا بشكر ان عملت المداخله على الكابتن متولي وبشكركم جدا جدا. طيب كابتن ماهر قبل ما نختم حضرتك، طبعا صباح الفل عليك، وحضرتك ذكرت سريعا البارالمبيات واولمبياد طوكيو، معلش عايزه من حضرتك برضو راي، بس راي في شفافيه الى حد كبير، ولو قارنا طوكيو بريو وبغيرها من البارالمبيات، احنا يمكن اقل مره بنحصل على ميداليات، واحنا كان معانا يعني كابتن ايهاب وشرح لنا ليه احنا وصلنا لده، وتحدث ان كان في اصابات كتيره جدا اصلا قبل المشاركه، ولكن برضو البعض على السوشيال ميديا، خليني انقل لحضرتك، من الناس شايف ان لا بالعكس احنا كان عندنا كوادر تقدر تحقق ميداليات اكتر، راي حضرتك في هذا الموضوع ايه؟ والله حضرتك أنا عملت خطة لتطوير رياضة رفع الأثقال من 3 سنين، أنا والدكتور علي السعدني، وقدمناها للوزارة على أساس إن إحنا لازم نعمل فرقة ناشئين تبقى ماشية مع الفريق الكبير، لأن الفريق الكبير لازم هيجيله يوم ويبطل، زي أي بني آدم إنه هيجيله يوم ويبطل، يبقى يلاقي واحد في ظهره ناشئ خلاص بينه وبينه 10 كيلو 25 كيلو يبقى قريب منه. احنا دلوقتي ما خططناش لغايه دلوقتي ان احنا نعمل فريق تاني، احنا لسه بنفكر ان الطريقه ان احنا ندننا على هذا الفريق، ومن الواجب انه يجي طبعا ضمن من اسلوب التخطيط من الوزاره ومن اللجنه البرلمبيه ان احنا لازم نعمل فرقه، لان طبعا اللجنه بتعمل كل ما في وسعها، ولكن الدور والباقي على اسلوب التدريب ان احنا نعمل ميداليات. احنا فعلا فعلا في الدوره ديت ما عملناش فعلا المستهدف مننا، لان طبعا احنا كان المتوقع ان احنا نجيب ميداليات كان اكتر من كده، وازاي ان احنا اهم حاجه عندنا كان ميداليات الذهب، لان ميداليات الذهب اللي بترفع اسم الدوله على مستوى الدول العربيه ودول العالم. اما احنا طبعا عدم وجود ذهب فطبعا نزلنا اخفقنا ان احنا نبقى بين الدول العربيه 5 وبين دول العالم في الدوره الاولمبيه
حوالي 66. ان شاء الله يتم تدارك هذا الامر يا كابتن ماهر الفتره باريس اللي جايه، ونسعد بانجازات ملموسه ومهمه في باراليمبياد باريس 2024. كل الشكر لحضرتك كابتن ماهر عزت مدرب منتخب مصر السابق لاثقال البارالمبي.